السلام عليكم يا شباب، معكم عبد الله في فيديو جديد. في هذا الفيديو واخيرا الفيس كام او الخشه او زي ما انت بدك تحكيها. طبعا قررت اني اعمل فيس كام واخيرا عشان يعني نصورك وتصير الامور اسهل واحسن وكل اشي ونقدر نصور فيديوهات اكثر. فما تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا على 1000 مشترك. يعني ما بعرف هيها ولا هيها، ما بعرف وين ما بدي احطها. عبد الله شكرا، والله العظيم شكرا فعلا من كل قلبي. هذا الفيديو تقريبا صورته للمره الثالثه. شوي حركات عشان انتم اول مره بتشوفوني وانا اول مره بشوفكم، حتعود على الكاميرا مع مرور الوقت. شكرا شكرا على كل الدعم بالفيديوهات الماضيه، والله العظيم شكرا. يعني انتم خرافيين يا اخي. الايام الجايه ان شاء الله على التوقيت العادي احنا كل 4 ايام فيديو على الساعه 8، كل 4 ايام فيديو على الساعه 8 بتوقيت الاردن و9 بتوقيت السعوديه. من هون ليصير الوضع يرجع عادي. شكرا يا الله، شكرا يا الله، الحمد لله. وممكن اتاخر لانه في شوية شغلات بدي اظبطها في الجهاز زي هيك، وان شاء الله بدي رايكم. اهم اشي بدي رايكم بالاوترو اللي هسه حيطلع. يعني حدثت الاوترو لاشي ثاني. طبعا انا يمكن انا بعمل هيك العكس، هو يعني هيك وفاهمين انه الكاميرا شوي مخربطة في الأماكن. ما تنسى اللايك والاشتراك، والله العظيم انت حتفيدني جدا. هاي شكلي، هاي وجهي، عمري 17 سنة، تعريف عني سريع. اسمي عبد الله، عمري 17 سنة، صانع محتوى يعني وممنتج ومصور. أي حدا يعني بده يتواصل معي الانستغرام تحت أو أظنه هون أيوة، ممكن هون حيطلع لكم إياه. شكرا والله العظيم، أنا كان جدا شرف إلي إني أشوفكم وأخيرا. هاي السيت اب، وراي شاشة خضراء. ممكن أنا أكون ما بعرف بالنص ولا هيك، خلينا نشوف. ممكن أنا أكون بالنص. هاي المايك، هاي كل إشي. إن شاء الله الألعاب حنتنوع، إن شاء الله الألعاب حنتنوع. وبكرة حدث فورتنايت، فتنساش تعمل لايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل إشي هذا يوصلك. شكرا على المتابعة، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يعني شكرا جيسوس، خاطري الكلمة ودي اقولها بس يقال، لا صعبة هذه، لو قلتها راح انسجن، خليني ساكت. اشوفكم في الفيديو الجاي يا وحوش، شوفوا الاوترو. سلام. نحبكم، نرى ضحكتكم لاحقا، لأننا سنعود.